أعلن دونالد ترامب أمس الأربعاء عن اختياره لامرأتين في إدارته المقبلة على أن تكون إحداهما سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والثانية وزيرة للتعليم. عين دونالد ترامب حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية نيكي هالي في منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، قائلا إنها مفاوضة معروفة وماهرة في حل الخلافات. جاءت هالي من عائلة هندية، وهي أصغر حاكمة سنا في البلاد، وقد انتقدت موقف ترامب من سياسة الهجرة لعدة مرات أثناء المرحلة الأولى من الانتخابات، ولم تعلن دعمها لترامب حتى نهاية أكتوبر الماضي. أما المرأة الثانية التي اختارها ترامب فهي بيتسي ديفوس البالغة من العمر 58 عاما، حيث أسند إليها وزارة التعليم. وكانت ديفوس رئيسة للحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان، وناشطة في مجال الأعمال وصاحبة مليارات، وتساهم كثيرا في الأعمال الخيرية. الجدير بالذكر أن القانون الأمريكي يشترط حصول المرأتين على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينهما في المنصبين الجديدين.